الآن كلمة استثمار القطرية يلقيها السيد الشيخ رامز الخياط، فليتفضل. مشكورا. الأوراق بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، معالي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور حيدر مكية، معالي وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكاك البدراني، أصحاب المعالي والسعادة الأفاضل، السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أقف أمامكم اليوم في حفل إطلاق الأعمال الإنشائية لمشروع ريكسوس بغداد السياحي. هذا المشروع الذي سوف يكون وبإذن الله أيقونة قطاع السياحة والضيافة في جمهورية العراق الشقيقة، وذلك لما يتمتع به المشروع من مرافق وتصميم فريد يمزج بين العراقة والحداثة. سوف يقدم المشروع لمرتاديه العديد من التجارب الفريدة والمتنوعة، حيث أنه المشروع الأول من نوعه في العراق الذي يحتوي على غرف فندقية من فئة الخمسة نجوم وشقق وفلل فاخرة للبيع تتم إدارتها مجتمعة تحت العلامة التجارية العالمية ريكسوس. كما يحتوي المشروع على مركز للمؤتمرات وقاعات للاحتفالات، غرف اجتماعات، مطاعم متنوعة تحمل أشهر الأسماء العالمية، بالإضافة إلى نواد صحية وجميع المرافق المكملة. إن احتفالنا اليوم ببدء الأعمال في المشروع ما هو إلا بداية لانطلاقة استثماراتنا الواعدة في عراقنا الحبيب، والتي تشمل على العديد من القطاعات الحيوية، ومنها الخدمية والسياحية، الرعاية الصحية، وتطوير المدن والبنى التحتية. وأود أن أتقدم باسمي واسم جميع أعضاء مجلس إدارة استثمار القابضة القطرية عن بالغ سرورنا أن نكون من أوائل المساهمين في هذه الحقبة الجديدة التي تشهدها البلاد من تطور عمراني وخدمي وإداري. وقد لمسنا هذه الجهود المباركة من خلال التنسيق عالي المستوى والمتابعة المستمرة من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني وفريق عمله كذلك، وكذلك الهيئة الوطنية للاستثمار بجميع موظفيها وعلى رأسهم معالي رئيس هيئة الاستثمار الدكتور حيدر مكية. ختاماً أتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله على التوجيهات السديدة في دعم الأشقاء، كما وإلى دولة رئيس مجلس وزراء العراق المهندس محمد شياع السوداني على دعمه المستمر في تشجيع واستقطاب الاستثمارات القطرية في جمهورية العراق الشقيقة. ويسرني الآن أن أدعو رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني ليلقي كلمته، فليتفضل مشكوراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.